تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله، وبدعم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ينظم نادي رحالة الإمارات مهرجان الرحالة العالمي الرابع في الفترة من 16 من ديسمبر ولغاية 19 من ديسمبر 2015 على أرض حديقة مشرف دبي. ويشارك في فعالياته نخبة من أهم الرحالة العالميين ممن حققوا إنجازات غير مسبوقة في مختلف أنواع الرحلات. وتبدأ الفعاليات من 4 عصرا ولغاية 11 ليلا طيلة أيام المهرجان، والدعوة عامة.